بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الابستراكت داتا تايب كيوز. زي ما اتكلمنا على اللينكد ليست قبل كده او ليست، واتكلمنا على الستاك، قلنا ان الليست اقدر انسيرت وديليت من اي بوزيشن، واقدر اتريف واقدر لوكيت واقدر اعمل نيكست وبريفيوس، وبقدر اعمل اوبريشنز كتير جدا على الليست. بدينا نعمل ريستريكشنز شويه وقلنا الستاك اللي بنسميه لاست ان فيرست اوت، او بيمشي على التكنيك دوت. فلاست ان فيرست اوت معناها ان المكان اللي انت هتمسح منه هو اللي هتنسرت فيه، فيبقى الانسرشن والديليشن ات ذا سيم بوزيشن او ات او فروم ذا سيم بوزيشن. الكيوز هيبقى بقى الانسرشن في بوزيشن والديليشن من بوزيشن تاني، وده بيتبع بقى التكنيك بتاع فيرست ان فيرست اوت. فبيقول لك ان الكيو از ا كولكشن اوف اوبجكتس ذات ار انسرتد اند ريموفد اكوردنج تو فيرست ان فيرست اوت، او بنرفضها او ابريفيشن بتاعتها في فوق، فيرست ان فيرست اوت برنسبل. The elements enter a queue at the back and are removed from the front. يعني بيبقى عندي المفروض تو بوينترز، بوينتر بيشاور لاول الاليمنت وبوينتر بيشاور للاخر. طبعا في ابلكيشنز كتيره جدا جدا للكيوز، كلنا تقريبا عارفين يعني ايه كيو. الكيو ممكن نلاقيها في المتاجر والاسواق، وانا بحجز مثلا في قطر في اي حته فيها اي حجز، في الكول تو كاستمر سيرفيس سنتر، في الويت ليست في اي ريستورانت، او في ويت ليست في اي حاجه. ميني كومبيوتنج ديفايسز، الاوبريتنج سيستمز اللي احنا بنستخدمها زي الويندوز وكده، لما بيجي مثلا اطبع ورق فبيتحط في كيو على سبيل ان الورقه اللي طبعتها الاول هي اللي تطلع الاول، الورقه الثانيه تطلع الثانيه، وهكذا. فبيقول لك فيرست ان فيرست اوت، يعني اول ورقه تم طبعها هي اول ورقه هيحصل لها السيرفيس وتطلع. طبعا دي شويه امثله عن الكيوز. عشان اعمل حاجه زي كده بقى يا جماعه محتاج تو بوينترز، واحد اسمه فيرست واحد اسمه باك. ممكن نشوف انيميشن. ده انيميشن للكيو. هنا بقول له انا عايز انسرت مثلا نمبر 4 ان كيو، فعندي حاجه اسمها هيد وتيل، او احنا هنسميها فرونت ورير. عايز ادخل ال 5 ان كيو، عايز ادخل 7 ان كيو، عايز ادخل 1 ان كيو، عايز ادخل 1 تاني، عايز ادخل 20 او 40 and so on. فبنقعد نانسرت كده، فدايما التيل هو اللي بيتحرك او الريل، والهيد زي ما هو زي ما انت شايفين. طبعا لما اجي امسح على ان انا بمسح من حته ثانيه خالص غير التيل، فدوت الكيو. الكيو كابستراكت داتا تايب برضه بنقول ان هو عنده شويه عناصر وعنده شويه بيزك اوبريشنز، اللي هو الان كيو والدي كيو. ولازم نركز يا جماعه ان الانسرشن والديليشن في الستاك هي كانت بوش وبوب، ومعروفه لكل الناس ان عشان انسرت في ستاك بقول بوش وبوب، ولكن لما اروح للكيو ما بقولش بوش وبوب، بقولها ان كيو ودي كيو. حتى المسميات بتتغير، ولازم نحفظ المسميات دي. فان كيو بيقول لك اد اليمنتس اي تو ذا باك اوف كيو، والدي كيو ريموف اند ريتيرن ذا فيرست اليمنت فروم ا كيو. طبعا الدي كيو لما شفنا البوب المره اللي فاتت، البوب كانت بتمسح من مكان التوب وبترجع بالاليمنت اللي هيتمسح. هنا برضو الدي كيو بترجع من الفيرست اليمنت وتمسحه من الكيو خالص. هيبقى عندي شويه اكسسوارز برضو زي المره اللي فاتت، عندي فيرست وسايز واس امتي. ده مثلا اكزامبل برضو زي الانيميشن اللي عملناها، لما اقول له مثلا ادي الستاك في الاول خالص فاضيه، فبقول له ان كيو 5 فيبقى سوري الكيو بتاعتي فاضيه، فلما اقول له ان كيو 5 فيقول لي الكيو بقت فيها 5، ان كيو 3 يبقى 5 3. طبعا انا في الريتيرن فاليو في الان كيو ما بعملش اي ريتيرن فاليو، دي فويد. انا بقول له خد العنصر ده او الاليمنت ده انسرت بس. السايز يبقى هي ريتيرن 2، الدي كيو يعني هيمسح ال 5 مش ال 3، مع ان ال 3 اخر واحده داخله. ايوه ده الكلام ده كان في الستاك، ولكن في الكيو ذا فيرست 1 او الفيرست ان هو اللاست، الفيرست ان هو الفيرست اوت. لما اقول له از امتي فيقول لي لا طبعا لان لسه في ثلاثه، لما اقول له دي كيو كمان فيمسح لي، لما اقول له از امتي هيقول لي ايوه لان دلوقتي الكيو فاضيه،
لما اقول له دي كيو على الكيو فاضيه، المفروض ان هو يرجع لي بنال او يرجع لي بنيجاتيف 1 حسب ما احنا بنعمل ايه بالكود. لما اقول له ان كيو تاني 7 فبيقول 7، ان كيو 9 7 9. فيرست خد بالك ان فيرست بترجع لك ب 7 بدون ما تمسحه. ولما اقول له ان كيو 4 فيبقى 7 9 4 وهكذا. كالعادة أول حاجة هدخل فيها عشان أمبلمنت الكيو ديت هي الـ Array Based Implementation، وبعد شوية هدخل في الـ Linked Based. تعالوا نتعرف إزاي الـ Elements هتبدأ تنسرتد هنا، ونشوف إيه المشكلة اللي ممكن تحصل عشان نبدأ نعالجها. يا جماعة إحنا دلوقتي لما بنفكر في Abstract Data Type نعملها ونعمل لها Implementation، لازم نفكر إن المسجز بتاعتنا بتاعت NQ و DQ تبقى Efficient، يعني نحاول نصغر في الكومبلكس بتاعها على قد ما نقدر. فلو هي بتاخد اوردر ان قدرنا نوصلها لاوردر 1 يبقى كويس جدا. فطبعا هي اصلا الكيوز معمول عشان احنا نعمل انسيرت في اوردر 1. فبيقول لك let's assume that as elements are inserted into queue we store them in an array such that the first element is at index 0 والsecond element index 1 and so on. لما انا دخل يا جماعه اليمنت زي كده في كيو A B C D E لغايه M، فمتضافه من 0 لغايه وات ايفر الام ديت عند انهي اليمنت. طبعا الكيو ستيل فيها اماكن فاضيه عشان انسرت فيها اليمنتس ثانيه. قبل ما نستعرض المشكله دلوقتي هنكتبها فورمالي، هنقول ايه المشكله بالظبط. تعالوا كده نتخيل يا جماعه ان انا بعد ما دخلت M عايز اعمل دي كيو. فانتوا عارفين لما بعمل دي كيو معناه ان هو يمسح الاي، طب اعمل دي كيو كمان هيمسح البي. طب افرض ان انا كملت الاري هنا وبقت ده كله مليان، لما اجي اعمل انسرت تاني هينسرت ازاي؟ هيقول لك الكيو مليانه ما فيش اماكن تانيه ادخل فيها. ولكن لما تيجي تبص تلاقي لا ده في اماكن اهو الاي والبي اصلا اتمسحوا. يقول لك بس انا ارجع تاني للاول ازاي؟ فهنشوف. طيب ده حل ان انا لما الريل يوصل هنا ممكن ارجعه تاني يقف في الستارت. هنحكمها ازاي؟ احنا اللي بنعمل الامبلمنتيشن واحنا اللي نعرف نظبط الاكواد دي كلها. طيب في ناس تاني يقول لك لا في حل احسن من كده. طبعا هو مش احسن من كده بس خلينا نمشي ورا اللي بيقول احسن من كده. بيقول لك كل ما تعمل ديليت لاليمنت اعمل شيفت، فيبقى انت كده ضامن دايما ان الكيو مليانه من الاول. بس لما الاقي الحاجه شيفت ديت احنا عارفين ان هي بتاخد اوردر ان، يبقى كده لما اقول له دي كيو انا كده عارف ان هي هتاخد اوردر ان. ولكن لو ما عملت الشيفتنج واستخدمت السيركولر هتاخد اوردر 1. فاوردر 1 احسن ولا اوردر ان؟ طبعا اوردر 1. فيبقى انا اخلي الكيو بتاعتي سيركولر عشان احل الموقف ده. هنشوف دلوقتي برضو يعني ايه سيركولر مره واثنين. ال دي كيو بيقول لك دي اوت بروبلم طبعا بتقابلني لما واحد بدا يفكر في الكيو وبدا يقول ان انا عندي تو بوينترز مثلا فرونت ورير. ايه اللي ممكن يحصل؟ قال لك بص الاليمنت تو بي ريموفد از ستورد ات انتكس زيرو اري. في استراتيجي بتقول ان احنا نعمل لوب عشان تعمل شيفت زي ما انا لسه قايل من شويه عشان يبقى دايما الاليمنتس باديه من الزيرو، بس طبعا ده هياخد اوردر ان. فده البروبلم موجوده. طب حلها ايه؟ ان احنا طبعا افويد اللوب انتايرلي، يعني اللوب اكملها دي خالص احنا مش عايزينها. امال هنعمل ايه؟ قال لك هنبدا نتكلم على طبعا هيقول لك هضيف فرونت ورير وهعمل حاجه اسمها السيركولار اري. او واحد معلش برضه خليني ارتب الجمله، بدون السيركولار اري لو انت عملت هنا اندكس اسمه فرونت اندكس اسمه رير عادي خالص انت بتعمل انسرشن والديليشن في اوردر 1. خلاص يبقى كده حل المشكله الاولانيه اللي هو لو انا عايز اعمل شيفتنج هياخد اوردر ان، لا ما تعملش شيفتنج وهتاخد اوردر 1 واعمل لي فرونت وريد بس. يجي يقول لك بقى المشكله الثانيه ان لو الاريت ملت اللي هي حاجه زي كده، انا عندي هنا فاضي بس قعدت املى فوصلت لغايه هنا اعمل ايه؟ اهو البروبلم اهي بيقول لك with an array of capacity n we should be able to store up to n elements before reaching in exceptional case.
if we repeatedly let the front of the queue drift rightward over time, the back of the queue would reach the end of underlying array even when there are fewer than n elements currently in the queue. ترجمة الكلام ده بيقول لك إن أنت طبعًا طالما الأريه عندك أو الكيو عندك هي n elements فأنت متاح ليك تخزن n elements. بس لو حصل إن حصل دي كيو فالفرنت بدأ يتحرك وأنت عملت insert فأنت مليت الجزء دوت فأنت لسه ليك سماحية تخزن n من ال elements بس للأسف الرير وصل للآخر. فتعمل إيه؟ فيقول لك يبقى لازم أرجع من الأول تاني. فاعتبروها يا جماعة كأن كراسي واللي هيقعد انا جيت اول الصبح كده اول ما فتحنا المكان اللي هيحصل فيه الكيو دوت الناس قعدت اللي خد الخدمه ومشي خلاص سيبنا الكرسي بتاعه فاضي واي حد بعد كده يجي بنضيفه في المكان ده. طبعا عارفين ان في استراتيجي دلوقتي في الاماكن ديت ان هو يديك رقم وانت تقعد في اي مكان ولما الرقم بتاعك يجي بتدخل على السيرفيس بتاعتك. فدي اوردر 1 برضه مش محتاج يقعد يعمل ري ارينجمنت في الطابور وكل ما حد يمشي تروح الطابور كله مقدم خطوه لقدام. فاحنا دايما يا جماعه بنشتغل في في الداتا ستراكشر ان احنا نوصل لاعلى بيرفورمانس. فطبعا الحل بتاع المشكله دي ايه؟ ان احنا نعمل سيركولار كيو. في ناس هتتخيل السيركولار كيو معايا كانها لينير كيو كده يعني جنب بعض واقدر اقول ان الرير لما يوصل للاخر يعني الرير كان هنا. بعد شويه بقى هنا. بعد شويه بقى هنا عادي خالص. اللي دماغه مش هتقدر تتخيل الموضوع ده ممكن يرسم الكيو ديت بالطريقه دي. سيركلر كيو ويبدا يقول ده الاندكس 0 وده 1 2 عامله زي الدوناتس كده 4 5 مثلا وهنا 6. اوكي؟ فالفرنت والريف مثلا كان هنا في 5 فالفرنت والريف واقفين هنا. الفرونت والريد، الريد يبدا يتحرك ف 7 بقت الريد هنا 8 بقت الريد هنا اند سو اون لغايه لما الريد بقت هنا مثلا وليكن هنا 20 هنا 7 هنا 80 اي ارقام بقت الريد هنا. لو قلت للفرونت تمسح فيبدا يمسح والريد اقول له زود واحد وضيف المنت فيزود واحد ويضيف المنت. طبعا هنشوف بقى زياده الواحد دي هتتم ازاي لان انا لما اكون في الاندكس رقم 6 وازود واحد هروح لسبعه، انا المفروض اروح لزيرو. هشوف اعملها ازاي. طبعا ده انيميشن للكيو. لو شايفين ادي فرونت وريد واقفين في الاول فاضي، بدا يدخل 16 21 لغايه لما مثلا وصل 32، بعد كده الفرونت بدا يمسح وهكذا. فانت عندك لسته فاضيه وهكذا وكده. دي برضو كيس من الكيسز او كل تقريبا الكيسز ان انت عندك فاضيه. بعد كده قعدت تملى 12 انا عملت ان كيو 12 ان كيو 14 ان كيو 16 ان كيو 18 ان كيو 20 اصبح دلوقتي عندك الكيو تقريبا شبه مليانه ما عدا بس اليمنت فاضي. فلو عملت دي كيو دلوقتي فهيبدا يمسح ويخلي لك اثنين. عملت دي كيو تاني فالفرنت بقى هنا. وخد بالك دايما ان الفرنت والريد بيتغير. يعني لو احنا دايما خدنا هو طبعا ما كملهاش دي 0 1 2 3 4 5 فمركزين هنا يا جماعه ان الزيرو هنا 1 2 3 4 5 يعني الفرونت دلوقتي واقف عند ال 2 مش واقف عند الزيرو وهكذا يا جماعه. طبعا ممكن بعد كده اقول له انكيو 22 وانكيو 24 وكمان انكيو 26 كده الكيو مليانه مع ان 0 1 2 3 4 5. مين يقول لي يا جماعه في الكيو ديت ترتيب الطابور ايه؟ اوعى حد يقول لي 26 الاولى، لا يروح للفرونت، فين الفرونت؟ واقف عند 16. فيبقى ترتيب الطابور 16 18 20 22 بعد كده 24 بعد كده 26. يبقى مالناش دعوه خالص بالاندكس 0 خالص. وهي دي يا جماعه السيركلر كيو. طبعا لو عملت ان كيو تاني طبعا هيقول لك هنا ان كان نوت ان كيو وده اوفر فلو او الكيو از فول. ولو قعدت اعمل دي كيو 5 مرات بعد كده عملت دي كيو تاني هو طبعا الاري طولها 6 فلما اعمل دي كيو 5 مرات صح ولما اعمل دي كيو 6 صح ولكن لما اعمل دي كيو 7 يقول لك ان كان نوت دي كيو ان ده اندر فلو او الكيو از امتي.
طبعا تلاحظ ان الفرونت والرير واقفين في النيجاتيف 1 في الاول، وفي ناس يعني بصوا يا جماعه بقى، في هنا ناس كتير بتشتغل. افرض اللي انت عايز تفرضه، بس امشي على الكونسبت اللي انت فرضته. عايز تحط الفرونت في الزيرو والرير نيجاتيف 1 ماشي، عايز تحط الفرونت ما اعرفش والرير في نيجاتيف 1 ماشي، حط الانيشيالز بتاعتك وامشي عليها وما تتلخبطش. طبعا عشان بقى نبدا نتكلم فورمالي اكتر، نقول ان الكيو كده بقت عندي مكان يتخزن فيه الداتا، عندي بوينتر او اندكس اسمه فرونت، وعندي اندكس اسمه رير. فرونت بيشاور على اول ايلمنت اللي هيحصل منه الدي كيو او الديليشن، والرير ده اللي هيحصل عنده الانسرشن او الان كيو. طبعا اول حاجه قبل ما نبدا ندخل في الكود والان كيو تتكتب ازاي، بنشوف الاستراكشر اوف ستورج. فالستورج عندي هنا هتبقى عندي البوزيشن فرونت وكيو، وانا دايما كنت بكتب ان عندي حاجه اسمها تايب ديفينيشن، ان عندي الاند يترجم ان هو ايه؟ بوزيشن. اذا الفرونت والرير هم من نوع انتجر او من نوع بوزيشن، يعني هم انديسيز. وعندي كاونتر، الكاونتر دوت بيعد نمبر اوف اليمنتس اللي داخله ونمبر اوف اليمنتس اللي خارجه. لان كان في بعض الحاجات يا جماعه، في يعني الكاونتر ده ما كناش بنزوده دايما في الاري بيز، اشمعنى زودناه في الكيو؟ كان في بعض الاوقات بيختلط عليهم الامر ما بين الامتي وما بين الايه الفول. طبعا دي ديبند على انت بتحط الفرونت والرير فين، في النيجاتيف 1 في الاول ولا 0 1. فمنعا للخبطه واستخدم اي تكنيك ما تقلقش، استخدم معاك كاونتر. لما بتعمل اي كيو زود الكاونتر واحد، ولما تعمل دي كيو ناقص الكاونتر واحد. ودايما يبقى الشرط بتاعك بتاع امتي وفول على الكيو بيستخدم الكاونتر. وينفع غير كده يا جماعه، في اكتر من استراتيجي للامبلمنتيشن. اظبط الكلام مظبوط، اعمل انيشال مظبوط، خد بالك من كل السبيشال كيسز، هتلاقي الكود بتاعك بقى مظبوط جدا. طبعا عندي كمان ممبر اسمه او اتريبيوت اسمه الكاباسيتي، اللي هو الماكسيموم سايز، طبعا ماكسيموم كيو سايز. الاليمنت تايب ستار اليمنت ديت الاري بتاعتي، والاليمنت تايب ديت احنا عارفين ان هي برضو تايب ديفينيشن اند، وبسميها اليمنت تايب. وطبعا لما باجي ادخل بقى في الابلكيشن، ممكن اخلي الانتجر دي تبقى كاركتر سترينج بيرسون اند سو اون. في الميك نال بقى يا جماعه، بقول ان انا عندي السايز ايكوال 10. طبعا الكونستراكتور بينادي الميك نال، الميك نال بيخلي الاري بتاعتي السايز بتاعها يا اما ديفولت 10، يا اما لو انت بعت لي رقم انا بحجزه على الارض بالظبط. وهنا بعمل الكاباسيتي بالسايز والكاونتر بتساوي زيرو. وعندي بقى اهم جمله اللي هي الفرونت والرير. لو حابين ترسموها بالمنظر ده، فلو ده زيرو وده طبعا الان ماينس 1 او الكاباسيتي ماينس 1، فيبقى الفرونت والرير في الاول خالص واقفين في حته ثانيه اسمها ماينس 1. انا ما عنديش مشكله برضو ان الفرونت يقف عند الكاباسيتي ماينس 1 وده، لان انا خلاص هيبقى عندي المبدا بتاع ان انا ازود واحد. بصوا يا جماعه، عشان بس مبدا ازود واحد ديت يبقى مفهوم، انا دايما هزود واحد بالاسلوب دوت اي بلس 1 مود ماكس السايز. يعني ايه بقى اي بلس 1 مود ماكسيموم سايز؟ تعالوا نتخيل دايما ان انا عندي الماكسيموم سايز بتاعي ب 10، والاي بلس 1 هنا بقى ممكن تبقى 0، ممكن تبقى 0، ممكن تبقى 1، ممكن تبقى 2 لغايه 9. 0 بلس 1 مود 10 بكام؟ ب 1. 1 بلس 1 مود 10 بكام؟ ب 2، لان المفروض 0 زائد 1 ب 1، وال 1 مود 10 يعني باقي قسمه ال 1 على 10 بكام؟ فطبعا 1 على 10 ما ينفعش تتقسم، فهيبقى معايا ال 1 نفسه. برضه نفس الكلام، 1 زائد 1 2، ف 2 ما تعرفش ما تقبلش القسمه على 10 فالباقي 2. 2 زائد 1 مود 10 ب 3. فهتلاقوا ان كل الامور صح زي الفل، الا لما اوصل عند التسعه.
اول ما اقول له 9 زائد 1 موديل 10، ف10 على 10 ب1 والباقي 0 ف0. متخيلين يا جماعه كده معايا؟ يبقى انا لما اكون عندي الزيرو لما ازود واحد ابقى عندي ال1، مظبوط. لما اكون عندي ال1 وازود واحد يبقى عندي ال2، ولكن لما اكون عند ال9 بقى اللي هو الاندكس الاخير، اول ما ازود واحد هبقى عند الزيرو وكده. ده مبدا السيركلر. يبقى اللي بيعمل لي السيركلر دايما ان انا اقول الكاونتر اللي معايا بلس 1 ومود ماكسيمم سايز او مود الكاباسيتي بتاعتي. فدي بتخليني دايما ان انا اعمل سيركلر. يبقى ده السر السيركلر. طيب انا وقفت في البدايه خالص بناقص وناقص، قلت لكم ان في اكتر من استراتيجي، فخلينا نكمل على الاستراتيجي بتاعت الاثنين نيجاتيف. طبعا لما اجي بقى اقول الامتي والفل ببساطه جدا، لو الكاونتر بيساوي زيرو يبقى ولا element ده حصل له insertion يبقى ده empty، ولو الكاونتر بيساوي capacity يبقى انا دخلت قد عدد الايه الماكسيموم سايز. الانكيو بقى يا جماعه، الانكيو هنا ببساطه زي الاستاك بالظبط. الاستاك كنت بقى insert من ناحيه التوب، فكنت بزود التوب بواحد وانسرت الاليمنت بتاعي. هنا بقى يا جماعه مش بزود واحد، هنا بقول اول حاجه طبعا بشوف الاكسبشن بتاعتي، ان لو الكيو بتاعتي مليانه فمش هعرف انسر، فبقول له اي فول يبقى سي اوت ايرور ان الكيو دي از فول، else زود الرير بواحد موديل كاباستي، ودوت قلنا شرط ان هو يجيب لي السيركلر عشان لو كان وصل لاخر الاري يرجع تاني يجيب من الاول. فلما بزود الرير واحد زي ما كنت بزود الطب بالظبط، بقول له بقى elements of الرير بيساوي الاكس، وزود الكاونتر بواحد. ده زي البوش بالظبط، ما فيهوش اي تغيير الا الجمله دي بس. دايما هناك طبعا كان الطب هو الوحيد اللي بيتحرك، هنا في عندي فرانت ورير، فدايما تيك كير ان الفرانت والرير واقفين في الاول عند نيجاتيف 1. فبقول له بص، لو انت بعد ما انسرت قبل ما تزود الكاونتر، لو كان في اللحظه دي الكاونتر بيساوي زيرو، كده معناها ان ده ذا فيرست اليمنت تو بي انسرتد، يبقى ده معناه ان الفرونت بقى بزيرو. يبقى في اللحظه دي انت عملت انسرشن لاليمنت اسمه مثلا اكس، بقى الفرونت هنا والرير هنا واللي هو الاسم اندكس رقم زيرو. طب عملت ان كيو تاني لمثلا ل 20، فراح مزود الرير بواحد، بقت الرير هنا وحط 20، وطبعا ده اتشطب عليه خلاص. هل الكاونتر بيساوي زيرو؟ لا، ده في كاونتر بقى بيساوي واحد، يبقى الجمله دي مش هتتنفذ، يبقى الفرونت واقف عند مكانه. طب عايز ازود 100 اهو، والرير بقى هنا وستيل الفرونت زي ما هو. طب 200 ماشي، الرير اتحرك وستيل الفرونت زي ما هو، اند سو اون، لغايه لما اوصل ان الكيو فل وما اقدرش اكمل. طيب الدي كيو، الدي كيو يا جماعه عامل برضو زي البوب في الستاك، بس البوب في الستاك كنت برضو بتكلم مع التوب، زي ما كان البوش بتكلم مع التوب والبوب بتكلم مع التوب، هنا الانكيو بتكلم مع الرير والدي كيو بتكلم مع الفرونت. اوكي طبعا بقول له اف امتي يبقى شكرا، يبقى كيو اس امتي مش هعرف اعمل حاجه، ايلس انا محتاج الجمله دي احسن جمله او اهم جمله، ان الفرونت ادي اري. على فكره احنا ممكن ما نعملهاش كده، ممكن نعمل سيكولر كيو كده وتبقى انت متخيل ان الفرونت واقف هنا على 5 6 7 20 اند سو اون، والريد واقف هنا برضه. خد بالك ان الرسمه دي تبقى اسهل كتير من السيركلر. يقول لك امسح يلا دي كيو، ومش بقول لك دي كيو 5، بقول لك دي كيو خلاص. فالفرانت المفروض ان هو يتحرك يبقى هنا، فعشان كده بقول له الفرانت بيساوي فرانت بلس 1 موديل كاباستي. ليه؟ لان ممكن يا جماعه تتخيلوا كده ان الاري بتاعتي كان هنا، يعني عملت ان كيو تاني بقى 100 بقى هنا الرير. تعالى بقى نعمل دي كيو كتير، فتعالوا نتخيل ان حصل دي كيو كده، بقى الفرونت واقف هنا والرير واقف هنا والاماكن دي فاضيه. اعمل ان كيو تاني
فالريل يتحرك من هنا ويبقى هنا، بقى الريل هنا. اعمل ديليت فكأن ده اتمسح والفرنت بقى هنا. طب اعمل ديليت تاني او دي كيو تاني فكأن المية اتمسحت والفرنت فين بقى؟ يروح جاي واقف هنا. شايفين يا جماعه هنا الفرنت والريل واقفين على نفس المكان، يعني الاثنين بيساووا نفس البوزيشن. فتقول لي ايه؟ لو الفرنت بيساوي الرير ده معناه ان هي امتي. لا طبعا مش امتي. ما انت بتقول الفرنت والريل بيساوي نيجاتيف 1 في الاول يعني امتي. لا اسال بالنيجاتيف 1 احسن، لان هم ممكن يكونوا واقفين مع بعض بس في element مع element. فطبعا انا بستريح من الموضوع ده خالص ان انا بستخدم الكاونتر. فيبقى ليه يا جماعه بقول ان الفرنت كمان هو فرنت بلس 1 موديل كاباسيتي عشان لما يوصل للاخر يسيركولر ويرجع تاني من الاول. يبقى الكيو بتاع اي مكان مش مفهوم ان هم قاعدين ورا بعض. لا هم شغالين في سيركولر، ترابيزه مدوره. كل ما حد يجي يقعد ويتخدم خلاص وهكذا. فمش دايما في مكان معين في الترابيزه هو ده الستارت، لا. بيبقى في بوينتر واقف عند الفرونت. طبعا الجمله الاولانيه عشان عايز اريتيرن الاليمنت قبل ما يتمسح، فبقول له روح الاليمنتس اوف فرونت خزنه لي في الاكس، وبعد كده زود الفرونت، وبعد كده نقص الكاونتر، وبعد كده ريتيرن بقى الاكس اللي هو انا اوريدي كنت عايز ارجع بيه قبل ما امسح. فده الدي كيو. طبعا لو ركزتوا يا جماعه في الانسرشن والديليشن او الان كيو والدي كيو هنلاقي ان مفيش اي فور لوب خالص، ولا شيفت ولا مش شيفت. يبقى ده كانه بياخد اوردر 1 الكومبلكس بتاعته، وبرده الان كيو بياخد اوردر 1 الكومبلكس بتاعته. نيجي بقى للفيرست. الفيرست بمنتهى البساطه ان انا بقول له لو الكيو فاضيه قول لي ان الكيو از امتي، لو لا ريتيرن الاليمنتس اوف الفرونت. يبقى انا عايز الاليمنت اللي موجود عند الفرونت، كاني بقول له هات لي اول واحد في الكيو. طبعا دي طريقه لذيذه قوي للبرنتنج الكيوز. فبقول له الفرونت كده، هنا بطبع الفرونت لوحده وبطبع الريد لوحده، وبعد كده بعمل فور لوب ما بين الفرونت والريد. هنا ما ينفعش يا جماعه اقول اي بتساوي زيرو والاي ليس ذان ما اعرفش ريد والاي بلس بلس، ما ينفعش امشي كده، لان الكيو مش ماشيه 0 1 2 3، ده ممكن تبقى ماشيه 5 6 لغايه 9 وتروح راجعه تاني 1. فانا دايما بمشي من الفرونت لغايه لما اوصل للرير، ودايما الاي بتزيد معايا بالاسلوب دوت. فانت بقى في السيركلر كيو انسى خالص موضوع بلس بلس دي خالص، فدايما تمشي بلس 1 موديل كاباستي عشان لو في الاخر توصل تاني للاول. طب المنظر ده هيطلع الدنيا عامله ازاي؟ طلعها بالمنظر ده. لما اعمل هنا كيو طولها 5 واقول له ان كيو ان كيو ان كيو ان كيو ان كيو 1 2 3 4 5، فلما اعمل هنا برنت طلع 1 2 3 4 سوري يعني 5 اليمنت، طلع رقم طبعا في الاليمنت رقم 5 كنت عامل انسيرت ست، عشان كده 1 2 3 4 6. الاوتبوت اللي انا قلت لك شكله لذيذ قوي، اللي هو بيبقى فيه فرونت مشاور على اول اليمنت وريد مشاور على اللاست اليمنت. طبعا لما اجي اعمل انسيرت ديت هتروح مطلعه لي الايرور ده ان الكيوز فول، ولما اجي برنت فالبرنت جه بعد الفول. ليه جه بعد الفول؟ لان انا عملت ان كيو على كيو مليانه. طيب لما اقول له بقى سي اوت كيو ضد كيو فيروح منفذ لي، يقول لك والله دلوقتي في الكيو في الفرونت في الواحد، فيبقى الواحد هاز بين ديليتد. طب لما اقول له دي كيو كمان، معلش يا جماعه نمسح بس دي غلطه مطبعيه، او مش غلطه مطبعيه ولا حاجه، خليها موجوده. لما اعمل كيو دي كيو كده فكده معناها مسح التو كمان، بس من غير ما اعمل لها سي اوت. بعد كده لما امسح كمان فيقول لك الثري بقى اللي اتمسحت، فعشان كده يطلع الثري هاز بين ديليتد. فيبقى انا مسحت ال1 وال2 وال3 بس في ال2 ما عملتش ديسبلاي، عشان بس محدش يبقى يقول فين ال2 هنا في اللي اتمسح، ال2 انا ما عملتلهاش ديسبلاي. لما اقول له ان كيو بقى 7 و8، طبعا اللي ملاحظ هنا ان الكيو مليانه لان انا عندي طول الاري 5. تقول لي بس الاماكن الاولانيه فاضيه، هو ده السيركلر كيو بقى. بصوا راح اعمل ايه؟ الاري يا جماعه بالظبط لو عايزين تشوفوها هتبقى كده 7 8 وهنا فاضي وهنا 4 6، هي دي الاري لو انت دخلت جواها وشفتها.
بس الفرونت واقف هنا والرير واقف هنا. انا دايما بديسبلاي من الفرونت وازود واحد وازود واحد لغايه لما اوصل للرير، فالديسبلاي هنا مختلف تماما اهو، بمشي من فروم الفرونت لغايه الرير، فبقى الفرونت في الاخر في النص في الاول مش فارق معايا، ودايما الزياده بتكون بالاي بلس 1 كانسل، فده هيطلع المنظر اللي انت شايفينه. طبعا لما انا بديسبلاي بقى صح الكيو، هو ما بيشغلكش بقى موضوع ان مين اللي ما اعرفش في الاري الاول، لا مين اللي في الكيو الاول 4 6 7 8 والفرونت واقف عند 4 والريل واقف عند ال 8. سؤال يا جماعه كده، هو هل الستاك كانت محتاجه سيركلر هي كمان؟ تعالوا نشوف. قال لك ادي الاري بتاعت الستاك اهي، كنت بقت 35 6 7 وكانت طب هنا، بمسح بمسح ده بمسح ده وارجع تاني الاول، ما كانش في اماكن فاضيه بتتساب عشان الفرونت بيتحرك لوحده في الدي كيو، فممكن يبقى في اليمنتس في الاول بعد شويه يحصل لها دي كيو فتتمسح، فيبقى كده في اماكن فاضيه في الاول، فعشان كده في الكيو بستخدم سيركولر، ولكن في الستاك مش محتاج. فانا يا جماعه ما بعملش سيركولر الا لما اكون محتاج الامر دوت. يبقى انا دايما لما تبص على حاجه غريبه حصلت في الداتا ستراكشر اعرف دايما ان وراها الكومبلكسيتي، ودايما ركز في البروبلمز اللي انا قدامها. طيب انا كده خلصت الاري بيز، نبدا ندخل في البوينتر او اللينكد بيست. طبعا وانس ان انا دخلت في اللينكد بيست انا مش محتاج خالص موضوع السيركولر، لان دي لينكد ليست، السيل الاولانيه اتمسحت مع السلامه، انا دايما بانزرت زي ما انا عايز في الاخر، وعندي اماكن زي ما الميموري بتتيح ليا، فهي تقدر يعني طول ما الميموري بتتيح ليك ان في اماكن احجز زي ما انت عايز وانسرت اللي انت عايزه. قبل ما ادخل في اللينكد ليست طبعا هتلاقوا ان كل الكومبلكسيتي او الرننج تايم بتاع كل الفانكشنز بتاعت كيو اوردر 1، لانها مش ديبند خالص على اللينس بتاع الاداء. والستاك كان نفس الكلام. طبعا بعكس بقى اللينكد ليست كان فيها بعض الحاجات بتبقى محتاجه اوردر ان، زي مثلا اللوكيت، الانسيرشن كان بيعمل شيفتنج في الاري بيزد بالذات. طيب نرجع تاني لموضوعنا اللينكد بيست كيو امبلمنتيشن. طبعا الاستراكشر بتاعنا ان انا بعمل تايب ديفينيشن انتجر اليمنت تايب، وعندي نود عندي داتا وعندي او اليمنت، طيب يعني بس ايه ديت انا عاملها اليمنت عشان لما نتكلم، انا عندي النود بتاعتي عباره عن element ونكست زي ما اتعاملنا معاها بالظبط في الاري في الليسته او الابستراكت داتا تايب ليست، وكمان في الستاك. في الاول خالص بقول في عندي حاجه اسمها فرونت ورير، في الستاك كنت بقول توب. ليه يا جماعه دايما في الستاك هو بوينتر واحد؟ لان بقول انسيرشن اوبريشن من ات او فروم ذا سيم بوزيشن، ولكن في الكيو الديليشن من الفرونت والانسرشن من الريل، لذلك انا معايا تو بوزيشنز او تو بوينترز تو نودز اللي هم اسمهم فرونت وريل، والكاونتر كالعاده معايا، والميك نال بتاعتي هي الفرونت بنال والريل بنال، يعني في الاثنين في البدايه في الهواء. الامتي بقول له ريتيرن فرونت ايكوال ايكوال نال، وممكن تقول له ريتيرن كاونتر ايكوال ايكوال زيرو، الاثنين شغالين. ولو قلت ريتيرن رير ايكوال ايكوال نال برضه مظبوط. طيب لما اجي اعمل انكيو بقى يا جماعه اعمل انكيو ازاي؟ لازم اتخيل تو سيناريوز، السيناريو الاولاني ان الكيو اوريدي فيها اليمنتس، والسيناريو الثاني ان الكيوز ما فيهاش اي اليمنتس. فتعالوا نشوف الكيو فيها اليمنتس، يبقى الفرونت واقف هنا وادي نودز اهي، والريل واقف هنا. لازم نرسم في الداتا ستراكشر واحنا بنكتب كود عشان نبقى فاهمين القصه ماشيه ازاي. فهنا مثلا 5 8 وهنا 20، عايز انسرت اكس، فانسرت اكس طبعا لازم ينسرت هنا، فيبقى اول خطوه ان انا اكون سيل
فيها الاكس اللي انا عايزها، النكست بتاعها بنال، وده يشاور عليها. فتعالوا نقول ان دي الستيب الاولانيه ودي الستيب الثانيه، والستيب الثالثه ان الريد يقف هنا. انا كده يا جماعه بتكلم برسمه مش بتكلم بكود، هو ده اللي انا عايز اعمله. انسرت في الرير، معنى ذلك ان اجيب نوت اظبطها، ادخل الاكس بتاعتها، اخلي النكست بتاعها بنال لانها هتبقى لاست ايلمنت، واخلي بقى البريفيوس ايلمنت ليها يشاور عليها، والرير بدل ما كان واقف عند ال 20 يقف عند الاكس. تتعمل الخطوات دي ازاي؟ اهي يا جماعه الثلاث سطور دول، هو رقم واحد اللي هو نود ستار نيو نود بيساوي نيو نود، نيو نود ار الاليمنت بيساوي الاكس، نيو نود ار نكست بيساوي نال. واقول بقى اف الكاونتر بيساوي زيرو، لا الكاونتر مش بيساوي زيرو هنا، ده فيها اليمنتس. فاروح مطبق اخر سطرين دول اللي هم ايه؟ الرير ار نكست اهو رقم اثنين اهي بيساوي النيو نود بتاعتي، ما هي دي النيو نود. يبقى الرير ار نكست بتساوي نيو نود، والرير يروح يشاور على النيو نود بقى. دي الجمله، دي الجمله دي ما ينفعش تبقى هنا يا جماعه، ما ينفعش، ما ينفعش احرك الرير وبعد كده اقول له رير نكست، لا انا قبل ما احرك الرير لازم اربط ده الاول، اطلع منه سهم كده يشاور. بعد ما اطمنت وطلعت السهم ده بقول للريز اتحرك ما تقلقش. طيب السيناريو الثاني ان الفرونت والرير واقفين عند النل، ما فيش ولا ايلمنت، فبقول له هات يا نود، يعني نود اهو الاكس بتاعتك اهي والنال بتاعتك اهي، ودي الستيب رقم واحد زي ما احنا برضو قلنا قبل كده. هنا بقول بقى هل الكاونتر بيساوي زيرو؟ ايوه بيساوي زيرو. اعمل ايه؟ قال لك يبقى الرير بيشاور على النيو نود اهو كده، ودي تبقى رقم اثنين، وكمان الفرنت يشاور على النيو نود وادي رقم ثلاثه. ليه؟ لانها اول اليمنت، يبقى الفرنت والرير يريفيرز تو ذا سيم ريفيرز تو ذا فيرست اليمنت. وبعد كده لما ابدا انسيرت بعد كده الفرنت هيفضل مكانه والرير هو اللي هيتحرك، عشان كده دي رقم 2 ودي رقم 3 حسب انا في انهي سيناريو، في كيو فاضيه ولا مليانه. وطبعا ان بوث كيسز بزود الكاونتر بواحد لان انا بعمل ان كيو. طبعا انا شايف ان برضو الكلام دوت لحد ما سهل جدا لانكم اتعودتوا على اللينكد ليست، وان احنا كنا بننسرت البوزيشن الفلاني وبنخلي البوينتر اللي قبله يشاور على مين والكلام ده كله. بس ارجع واقول ان احنا هنا يا جماعه خدوا بالكم ما عنديش حاجه اسمها دامي سيل اللي كنت بحتاجها في اللينكد ليست. كنت بحتاج الدامي سيل في اللينكد ليست قلنا عشان الديليت. انا لما اجي امسح اليمنت في بوزيشن بي لازم اكون سابق بخطوه، فكان الدامي سيل بيحل لي الموضوع ده. هنا انا مش محتاج دامي سيل لان انا اصلا ما بعملش ديليت لبوزيشن، انا بديليت دايما من الفرونت، والديليشن من الفرونت مش محتاج دامي سيل. يبقى يا جماعه هو الاكواد هو مش لازم عشان عملت دامي سيل في حاجه يبقى لازم اعملها في كل الايه امبلمنتيشن. وخدوا بالكم ان في بعض الطرق ممكن ما تعملش دامي سيل بس ممكن الكومبلكسيتي تزيد شويه، وعادي خالص كل واحد يفكر لو وصل لحاجه من غير دامي سيل طبعا تبقى محل دراسه ونشوفها وندرس الكومبلكس بتاعها. طيب ندخل بعد كده في الفانكشن دي كيو. طبعا دي كيو برضو افرض التو سيناريوز اللي هي الكيو مليانه، فيبقى الفرونت اهو اهو وادي الرير، بقول للرير مالكش دعوه بالموضوع، انا الفرنت هو اللي هيتحرك. فببساطه جدا خلي الفرنت بيساوي فرنت نيكست، اللي هي اهم جمله دايما كنا بنقول دايما هي اهم جمله، هي دي اللي بتمسح. ولكن في الاول بعمل ايه؟ بقول له يا فرنت ار اليمنت اعمل لي ستور في الاكس، وبعد كده في الاخر خالص ترتيرن الاكس. ايه لازمه السطرين اللي هم مكتوب جنبهم كومنت دول؟ دول عشان اعمل فري للميموري بتاعتي. فبقول خلي التيم بيجي يقف هنا، وبعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله، خلي فرانت يروح يقف هناك، وبعد كده ديليت التامب دوت عشان اعمل له ريليز من الباب. طبعا في الاول لو الكيو بتاعتي امتي بقول ان ما ينفعش اعمل ديليشن من كيو فاضيه. طيب الحاجه الثانيه
ان طبعا ان الفرونت والرير واقفين كده، الاثنين واقفين عند النل. فطبعا لما تيجي تقول له دي كيو ببساطه جدا هيقول لك اف ام تي، ايوه فاضيه خلاص، يبقى ما تعملش دي، يبقى شغاله صح زي الفل. طيب في كيس انا ما درستهاش، معلش تعالوا نشوفها كده. لو الفرونت والرير واقفين كده، طبعا الفرونت بيساوي الفرونت ارو نيكست، فالفرونت بقى كده، يعني الفرونت اتحرك من هنا بقى واقف في النار، ونقصت الكاونتر واحد والكاونتر بقى بزيرو، بس الرير ما اتحركش. هل لازم احرك الرير؟ بصراحة مش لازم، بس لو يعني عايزين نظبط الكلام عشان يبقى كل حاجة مظبوطة، ممكن نيجي هنا كده بعد الكاونتر لما نقصته واقول له ايه في الكاونتر. بس على فكرة لو عملت كده من غير الموضوع دوت هيمشي صح. لو الكاونتر ايكوال ايكوال زيرو، خلي الرير كمان بنار. فانت بتحاول تروح تدور على الكيسز اللي فيها الفرونت والرير بيتغير، وديت دي الدي كيو. الاكسسوري ميثودز اللي باقيه اللي هي الفيرست. الفيرست طبعا سهله جدا، بقول له ريتيرن فرونت ار اليمنت، وطبعا بتشيك في الاول هي امتي ولا لا. وطبعا البرنت بتاعتي زي الليسته بالظبط، بقول له النود ستار كيو بتساوي فرونت، يعني خلي الكيو تقف مع فرونت، وويل الكيو نوت ايكوال نال، طول ما هي مش بتشار عن نال سي اوت الكيو ار اليمنت، وابدا احرك الكيو نيكست. هقولها بسرعه عشان الناس تتذكر يعني ايه اصلا اللوب ديت. ادي الريد اهو، وادي الفرونت اهو. انا طبعا مش محتاج هنا اقول له من الفرونت للريد خالص، انا هقول له انا همشي بالكيو من هنا، فاقول له الكيو بيساوي الفرونت في الاول، طلع لي الكيو ار اليمنت، وبعد كده خلي الكيو تروح للنيكست، وواي لوب، خلي الكيو اليمنت في الديسبلاي، وبعد كده حرك الكيو، وبعد كده حرك الكيو لغايه لما الكيو تقف هنا تبقى واقف في النل، هنا الكونديشن دوت ستوب ويطلع يكتب ان خلاص كده، او يكزت من اللوب ويكتب باك سلاش ان اللي هي انزل سطر فاضي، وكده يبقى خلص الديسبلاي. ولما اعمل نفس الاكواد اللي فاتت بتاعت المين هي ديت، هيبقى تقريبا نفس الايه؟ الاوتبوت، ما عدا نفس الاوتبوت ما عدا ان يقول لك ايرور ان الكيو اس فول، مفيش حاجه اسمها كيو اس فول عندي في اللينكد ليست. وكده يبقى احنا خلصنا اللينكد ليست امبلمنتيشن. طبعا لو تلاحظوا يا جماعه احنا كنا دايما بنلجا للينكد ليست عشان حاجتين، عشان لو الاري مش لو الاري هي الاري دايما في الاري بيزد فيكسد، يعني لو قلت 100 يبقى هي 100، فكنت بلجأ لللينكد ليست عشان انسيرشن وديليشن براحتي. وتاني سبب ان كان في الانسيرشن والديليشن في اللينكد ليست كان بياخد اوردر 1، لانه ما كانش بيحتاج يعمل شيفتنج. ولكن في الكيو والستاك كده كده الديليشن سواء كان اري او لينكد ليست بيحتاج اوردر 1، مش بيحتاج خالص شيفتنج. ف تلاقوا ان الكومبلكستي مش بتقل في الكيو والدي كيو، هو بس الفكره بروح للينكد ليست عشان الفيكسد سايز بتاع الاداء. طبعا لو انت عارف ان هي دايما فيكسد سايز، هو مثلا الكلاس بتاعك 50 مكان، خلاص استخدم سيركلر والامبلمنتيشن يكون اسهل، والميموري كمان يكون احسن، لان انا بحجز على قد الاليمنت بس، ولكن في اللينكد ليست بحجز على قد الاليمنت وعلى قد البوينتر اللي بيشاور على النكست. يبقى انت صاحب القرار لما تكون عندك ابلكيشن بتشوف كل ظروفه، تشوف هتستخدم الاري بيزد ولا اللينكد بيزد. طبعا انا بتكلم على الكيو والستاك. طبعا يستحسن في الابستراكت تايب ليست تستخدم اللينكد ليست، السيشن والديليشن بتبقى اوردر 1 مش اوردر ان، عشان الشيفتنج اللي بيحصل في الاري بيزد. الحاجة بقى يا جماعة اللي بعد كده، زي ما علمتكم المرة اللي فاتت إن إحنا ممكن نستخدم الليست اللي هو الأبستراكت داتا تايب ليست، إن إحنا نمبلمنت الكيو. يبقى أنا ممكن أمبلمنت الداتا ستراكشر أو أبستراكت داتا تايب باستخدام أبستراكت داتا تايب تانية خالص، بس يكون الأبستراكت داتا تايب التانية دي تقدر تسبورت كل الأوبريشنز اللي أنا عايز أعملها.
ويمكن كمان في الاكسرسايز في يوم من الايام هديكوا ان ازاي كمان مثلا امبلمنتيشن للكيو باستخدام معرفش الستاك، فكره كده هل ينفع ولا ما ينفعش؟ طب ولو ينفع ازاي استخدمه؟ طيب تعالوا دلوقتي نشوف المثال الاسهل اللي هو ازاي استخدم الابستراكت داتا تايب ليست ان انا اعمل امبلمنتيشن للكيو. فاروح واقف كده شويه واقول هو الكيو الانسيرشن فين؟ في الاخر. طب والديليشن منين؟ من الاول. طب ما اللينكد ليست بينسرت في اي بوزيشن؟ طب ما انا ممكن انادي دايما الانسيرشن بتاعت اللينكد ليست بس اقول له لما يكون ان كيو انسرت في اللاست ولما يكون كده انسرت في الفيرست. تعالوا نشوف كده. يبقى انا هقول عندي كلاس عندي لينكد كيو وعندي ليست هيد، يبقى انا عرفت هيد من الابستراكت داتا تايب ليست اللي اسمها ليست، وقلت له في اللينكد كيو الكونستراكتور نادي الميك نال بتاع الهيد، وفي الامتي ريتيرن الهيد امتي، وفي الان كيو انا عايز اعمل ان كيو في الكيو اعمل انسيرت في كيو، فبقول لك خد الاكس اعمل هيد، يبقى نادي الليسته يا هيد انسيرت الاكس في الاخر، واحنا عارفين عشان انسيرت في الاخر بنقول له هيد دوت اند. طيب والدي كيو بقول له هيد دوت ديليت البوزيشن فيرست بتاع الهيد، بس قبل ما اعمل كده بنادي الفيرست بتاعت الكيو عشان تريتيرن الاكس. خد بالكم بصوا يا جماعه من غير ما نادي فيرست عشان بس الناس ما تتوهش مني، هو انا اول حاجه عايز اعملها ايه في الدي كيو؟ اريتيرن اول عنصر. طب واريتيرن اول عنصر ازاي؟ بهيد دوت ريتريف الفيرست، يعني لما احب في اللينكد ليست ارجع باول عنصر بقول له لو سمحت ريتريف البوزيشن اللي هو اسمه فيرست. فعايز تكتب دي نفس الجمله دي اكتبها. طب الفيرست اصلا بيعمل كده، فانت ممكن تنادي الفيرست وخلاص. عشان كده انا اديت الفيرست وقلت يا فيرست الاليمنت اللي انت هترجعي بيه خزنه لي في الاكس، وبعد كده روح يا هيد امسح، بعد كده ريتيرن الاكس. هشوف السايز هيبقى هيد دوت سايز، هشوف البرنت هيبقى هيد دوت برنت ليست، هشوف الفيرست هيبقى هيد دوت ريتريف هيد فيرست. يا جماعه الاشكال دي هي ما تحققتش بل بالعكس تفهمنا اكتر ابلكيشنز على كل حاجه. يعني انا لما استخدم اللينكد ليست في كيو المفروض ان دي تزود الويت عندي، فهمني اكتر مش تلخبطني. فبلاش تبصوا للحاجه ان هي تلخبط قد ما ايه ده، طب ما نجرب ما نشوف ده كويس، ده حاجات تفهمني اكتر اللينكد ليست. بس ده كان اللينكد ليست. ده كان سؤال يا جماعه كده قبل ما هروح اشوف كده جزء في العمل، هو احنا ليه ما بنلمش مثلا نيكست وبريفيوس في الكيو؟ انا اصلا سالت السؤال ده في الاول وجاوبته. ليه ما بنعملش نيكست وبريفيوس في الكيو؟ في اللينكد ليست انا كنت بانسرت ات اني بوزيشن، فكنت محتاج وانا في بوزيشن دي اجيب النيكست عشان انسرت بعديه، او اجيب البريفيوس عشان انسرت قبليه. ولكن في الستاك والكيو الاستراتيجي بتاعتها ما فيهاش حاجه اسمها نيكست وبريفيوس، هو انسرت في الفيرست وديليت من اللاست في الكيو، وفي الستاك انسرت وديليت من التوب، فما فيش حاجه اسمها دي بوزيشن تنسرت بعدها. عشان كده ما عملناش امبلمنتيشن ولا النيكست ولا البريفيوس. لذلك لما تلاقوا ان الستاك والكيو هي حاجات سبيشاليزد من الايه؟ من اللينكد ليست، عشان اللي عايز يستخدم الحاجات دي بسرعه مش محتاج يقعد يستخدم اللينكد ليست ويدخل في الحوارات الكبيره بتاعت اللينكد ليست. انا كده خلصت الكيو. طبعا عايز اتكلم على الابلكيشنز بتاعت الكيو وعايز اتكلم على الابلكيشنز بتاعت الستاك، فانا فضلت الاول اخلص الستاك والكيو وبعد كده نبدا نتكلم بطريقه منفصله على كل ابلكيشن على حده. شكرا لكم.